الأمل تستمر الحياة، بالأمل تقدر تكسر كل القيود. السعادة الحقيقية في الرضا، الرضا بالمطلوب وأصدقائنا من ذوي الإرادة. كل يوم بيدوني أمثال عن قوة إرادتهم وقوة تحديهم. كل يوم بنشوف نماذج من نماذج تحدي الإعاقة، إزاي بقوة إرادتهم وعزيمتهم قدروا يتغلبوا على الإعاقة وقدروا يحولوا الإعاقة لطاقة. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على مواجهة الصعوبات والتحديات، قادرين ولكن باختلاف.